التحالفات طبعا احنا انا كنت قلت بان في يوم التزكيتي باننا انا ارفض كلمه احزاب الموالاه واحزاب المعارضه، كنا احزاب سياسيه وكل التحالفات احنا مستعدين لها لخدمه البلاد. اننا ليس لدينا اي قطب نتموقع فيه، من يريد خدمه البلاد ولمس له نفس التوجه مع جبهه التحرير الوطني، احنا موجودين الباب الحزب مفتوح لكل الاخوه. واعتقد بان الحوار ضروري في الطبقه السياسيه لانجاح اي عمل، فالاتصال هو يعني بدايه التفاهم والتقارب لانجاح اي عمل او اي مبادره سياسيه من طرف الاحزاب السياسيه.